إن هذه المسابقة من أهم المحفزات للعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على تلاوته وحفظه بين الصغار، حيث شجعت أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم لتعلمه وقراءته قراءة صحيحة مجودة مرتلة، مما شجع الصغار على حفظه ودوام تلاوته والارتباط به، لتنشأ أجيال صالحة نافعة لأنفسها وأهليها وأمتها. يشترط في اختيار أصغر حافظ أن يكون متقنا للقرآن الكريم كاملا، وأن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز، وألا يزيد عمره عن 7 سنوات. هذه الشروط الثلاثة هي التي يتوج من خلالها أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى العالم. ومن هؤلاء النشء المبارك الذين حفظوا كتاب الله وهم صغار لم يبلغوا الحلم، محمد أيوب من دولة طاجكستان، خديجة من جمهورية مصر العربية، ميمونة محمد أسلم من دولة باكستان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحقيقة أن مسابقة صغار الحفاظ بدأت التجربة من خلال المسابقة العامة التي قامت الهيئة في باكستان، والتي لاحظت فيها ارتفاع عدد الحفاظ الصغار الذين هم دون 10 سنوات، فمما دعانا لإقامة مسابقة لصغار الحفاظ في العام الذي يليه، ففوجئنا بتقدم أكثر من 1000 طفل وطفلة أعمارهم أقل من 10 سنوات وهم من صغار الحفاظ ويحفظون كامل القرآن الكريم. واستمرت هذه المسابقة ثم نقلت في بنغلاديش وفي سريلانكا وغيرها من الدول، وقبل سنتين بدأنا في إقامة مسابقة عالمية لصغار الحفاظ، وفعلا بفضل الله تبارك وتعالى فاز في المسابقة الماضية الطالب محمد أيوب من دولة طاجكستان، والذي حفظ القرآن الكريم وعمره 5 سنوات ونصف. ثم في العام الماضي فازت الطفلة ميمونة وعمرها 7 سنوات. والعجيب أن هؤلاء الصغار حفظهم أقوى من حفظ الكثير، لأن الحفظ في الصغر فعلا كالنقش على الحجر، فهي رسالة الحقيقة لعامة المربين والمهتمين بتعليم القرآن الكريم بالبدء في تعليم الأطفال الصغار القرآن الكريم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله بلحمه ودمه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن حفاظ القرآن الكريم ثروة للأمة وكنز،
وفخر وعز، هذا إن جمعوا بين الحفظ والعمل والحفاظ على الحروف والوقوف عند الحدود، واقتدوا بالسادات العظام من أسلافنا الكرام، فصاروا مصاحف تمشي على الأرض. كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.